اوبا السلام عليكم طال امير ابراز، رجعت لكم بفيديو جديد ومكمان جديد. واليوم طبعا عندي اكل هندي. استوني جيت من المطعم، مطعم هندي، وجبت هاي الوجبه من عنده او وجبات. هنشوف شنو هاي الوجبات. هنا طبعا هو كاتب لي الاسماء، هسه نقراهن لان قلت له انساهن انا، كتب لي اياهن. اوكي طلع الاطباق مالتنا. اوكي اوه ممتاز، هسه نفتحهن. فتحنا اول شيء هذا، كاتب لي هو بومباي تيلر، يعني طبق بومباي، مدينة بومباي. اوه شوفوا هذا مثل البرياني بعد حار، شوف البخار، يعني ما ادري شلون اوصف لكم الريحة الخيالية مال هذا الطبق. نفتح الثاني. شنو هو هذا؟ ممتاز. هذا شو اسمه بالله، مدراس لوتندوري، واحد من عندهم. هذا المدراس الهندي، وهذا التندوري. وينهم عشاق الاكل الهندي، تفوتكم هاي الوجبه. وهذا الماكوان، يلا خلوني ابدي. هنا طبعا شنو، هنا خالي هديه تمن اضافي اذا واحد يحتاج. جهز المشروب باور ريد راح استخدم اليوم. ما ادري بعد حار هذا الاكل او لا، هسه نشوفه. شنو تريدوني ابدي لكم؟ ما ادري صراحة، محتار. خلونا نبدي بهذا تندوري، الورقة اي تندوري. تحس بي انه المرقة مالته فخينة، بيها مثل الكريمة، وهاي صدور الدجاج بيها، وبصل مثل ما جاي تشوفون. شوف البخار اللي جاي يطلع، جبتهن وجيت ركض على مود ماي بردن. يلا لا شنو الطعم؟ شوي ارجع الميكروفون صاير وراي. اوكي شي رهيب هذا الطبق الهندي، وحار بعده. شوف التمن مالهم البسمتي. شنو هاي الخلطة مالته؟ خلوني اراويكم اياها شوية عن قرب مثل ما جاي تشوفون. هاي الخلطة مال الدجاج، هاي صدور الدجاج، وبحرارة. هندي يعني حرارة. وهاي الخضار اللي خليها بي. صراحة طعمه رهيب. هذا مطعم هندي هنا قريب بمنطقتنا، فرحت له وشكالي واقع الحال صراحة بهاي الأيام اللي جاي يمر بيها. يقول الطلبيات قليلة على مود هذا الوباء يعني المنتشر، الناس تخاف تطلب من المطاعم، حقهم الناس يعني، بس هذا بالمطعم شنو ذنبه خطيه؟ أنا بالنسبة لي أطلب من المطاعم الثقة طبعا والقريبة علي، بنفس الوقت أسوي لهم دعم يعني بهاي الفترة بهاي الأزمة، أصحاب عوائل. يعني سوالي ياه سبيشل على الطريقة الهندية مالتهم، يعني كأنما قاعد بالهند حاليا. الريحة شنو انتو يا هند؟ اوكي خلوني اجرب هذا البرياني. يلا تفضلوا، افتح حقك يا بطل، افتح حقك يا بطلة، برياني هندي اصلي. لا تخبلوني يا هند، شنو انتو وشنو هاي البهارات مين تجيبوها؟ بس انا مرات اطبخ، امرضة تطبخ، استخدم بهارات، عندنا بهارات هواي، متروس المطبخ ترس. انا بالنسبة لي خوب اجيب بخلط بهارات، اريد بس اسوي هاي النكهة الهندية، ما تصير. ما ادري يا اخي مين يجيبون هاي البهارات.
يعني كل شيء أصلي يستوردوها من الهند أتصور، لأن هو هندي وأكيد عنده اتصال بالهند يجيبوا له أنواع التوابل الأصلية الهندية. ولهذا السبب جاي يشوف الطعم. يوديك لغير عالم، يعيشك أجواء بوليوود والأغاني الهندية والأفلام الهندية. نشوف هذا المدرسة، شوفوا عليه هذا السبانخ الخضار وبالكريمة. واو، خليها هنا عشاق الأكل الهندي هواي يحبون الأكل الهندي. متابعين تفضلوا. يلا عيني. شنو صار الطعم؟ هذا هنجربه ويا التمن الابيض، نشوف شلون يصير بالله. مثل الكاري، يعني كاري الدجاج الهندي بالخضار. واو. يا اخي حتى التمن مالهم بريحه سبيشل. نرجع هنا شويه. والله عم الهنود ناس طيبين، ما قبل ياخذ من عندي فلوس. يتابعني، يتابع قناتي، قلت له عمي هسه انت وين بهاي الفتره؟ المفروض اعطيك زايد انا. مشكلة حار شوية، حرارة النار يعني أقصد، وبي حرارة قليلة في الفل هذا الطبق. شوفوا كمية الزيوت البي والدهون والكريمة والزبدة. قلت شوية نوع يعني كافي شوي من الوجبات السريعة. نسوي أكلات شعبية. بيهن كمية توابل فظيعة. باقي لي هذا دهن عندي طبقين، وبدت الحرارة عند تزيد والتوابل بدت شنو يبين المفعول مالها أكثر وأكثر.
كمية توابل فظيعة صراحة. خلوني استمر اكل هذا. الاكل الهندي تحدي يعتبر، يعني انحار ودهون وسعرات حرارية. وهذا طبعا الطبق شوي مالح، بيه ملوحة كلش قوية ظلت تزيد. يعني صراحة أكلهم الأكل الهندي مو مال واحد يأكل بكميات كبيرة، يعني هو صح طعم روعة والطعم خيالي يا أبطال. مثل ما تشوفون هذا التيشيرت الجديد، شو رأيكم بي؟ نعم أكبانك تايم، طعم خيالي يا أبطال، أمير بروز. بس من تأكل بكمية كبيرة تظل أنه تحس أنه جسمك بدأ يكتفي من التوابل، كمية رهيبة من التوابل البي ومن الحرارة، شوية بي حرارة همين، والزيوت كمية العملاقة من الزيوت وملوحة. اوكي ما باقي لي شيء بس هاي شوية هنا. وينهم عشاق الحرارة والأكل الهندي يجون يساعدوني، لأن صراحة قوة علي راح أكلها، يعني اكتفيت. تحس انه معدتك تستقبل بعد اكل بس جسمك يكتفي من الاملاح. واو توابل فظيعة بيه، خصوصا هذا الطبق، يعني هو تاكل لك من عنده شوية طعم يوديك لغير عالم، بس من تستمر يأذيك يضل. راح يخلص. واو تم الافتراس بنجاح. الأطباق الهندية الثلاثة الشعبية والمشهورة عندهم بالهند، نشرب هذا الباور رايت يساعدني شوية على الحرارة والتوابل. أخذت مني تقريبا 23-24 دقيقة هالشكل، فيمكن راح أسرع الفيديو لأن الوقت طويل راح يصير عليكم. أتمنى لكم السلامة للجميع، ابقوا بأمان، خليكم بالبيت يعني قدر المستطاع، دير بالكم هذا الوباء راح يخلص، ما بقى له شيء، جاي ينفض أنفاسه الأخيرة. على كل حال اشكركم على المشاهدة، اتمنى تكون عجبتكم هاي الوجبة الهندية وهذا الماك بانج الهندي المليء بالتوابل. التقيكم بالفيديو الجاي، مع السلامة.